كم مرة عم تتعرض لهذا الموقف بالضبط؟ ألو، أهلين، كيفك؟ أهلا وسهلا. إيه بعيوني، إيه ولو، تكرم عينا، تكرم عينا، خلص تكرم عينا من عيوني ولو يا زلمة. أنا المبسوط بهي الحكاية مو أنت. طب إنه معقول ما بيعرف إنه بهذا الوقت لا حلوة الروحة ولا حلوة الجاية؟ ما بيعرف إنه الوضع الاقتصادي ملعون شرفه؟ طب ما بيعرف إني أنا ماني قدران استقبل حدا ببيتي؟ طب ما بيعرف إنه وقتي مو مناسب أبدا؟ طب إنه معقول إله لا مثلا؟ كثير من مشاكلنا بالحياة بتجي لأنه نحن ما بنتعلم نقول لا، لأنه نحن بكل مرة بنحاول ما نجرح الطرف الثاني، وهذا الشيء دائما عم يكون على حساب راحتنا وعلى حساب نفسيتنا. وبكل مرة أنت ما عم تقدر تقول فيها لا، فعروف تماما أنك عم تقضي على جزء من نفسيتك، أنت عم تدمر جزء من شخصيتك، وهذا الشيء مو صحي أبدا. هذا الشيء عم يأذيك من جوا وعم يأذي كل الشغلات اللي عم تعملها، ومع الزمن أنت عم تتحول لشخص تاني، شخص أضعف، شخص عصبي أكتر، شخص عصبي بالمواقف اللي بدها رواء، وشخص ضعيف بالمواقف اللي بدها قوة. كم حدا فينا كان مقرر أنه بس يطلع من بيته ما بده يسلم على أي حدا مباوسة؟ هو مقتنع تماما أنه لازم يقوم بدوره بالوقاية من كورونا، ولازم يحمي اللي حواليه من حاله ويحمي حاله منه. بس وقت يجي لعندك رفيقك رح يقلك كيفك، شو أخبارك حبيبي، أنت بهي اللحظة رح تضعف، ما بدك تخجله، مد ايده الزلمة بده يعبطك عبوطة، او رفيقتك اللي بدها تبوسك ما بتقدر اذا ما باستك، ما بيكمل يومه، فانت رح تخجلي بهديك اللحظة، تنسفي قرارك بانك ما بدك تصافحي حدا، وبهذا الوقت رح تنكسر هاي القاعدة. بهي اللحظة اللي انتو عم تكسروا فيها هاي القاعدة، بهي اللحظة اللي انتو ما عم تقدروا تقولوا لا، فانتو عم تعرضوا حياتكم للخطر، وعم تعرضوا حياة الناس اللي حواليكم بمشهد واحد من المشاهد اللي عم نعيشها. ما حكينا عن الاف من المشاهد يلي كل مرة فيها عم نخسر جزء كتير مهم من شخصيتنا. مهم جدا انه نتعلم نقول لا، ولكن بطريقة لطيفة. هذا الرفض هو ما نو شيء صغير مثل ما انك متخيله، هذا الشيء رح يأثر على نمط حياتك تماما. كثير من الامور يلي بحياتنا عم تتوقف على كلمة لا يلي نحن ما عم نقدر نقولها، لانه ما بدنا نجرح الناس اللي حوالينا. تعلمها وفكر براحتك. الشخص اللي رح تخسره لانك قلت له لا بالناقص منه، انت ما بدك اياه ابدا، ما بيستاهل تحارب كرماله ابدا. فكر بصحتك النفسية واعرف تماما انه صحتك النفسية رح تكون ايجابية عليك وعلى الناس اللي حواليك. حاول تعلم قول لا، وبلش من هلا. قولوا لنا لا على الفيديو. سلام.